ومتابعة لهذا الموضوع ينضم معنا من جدة موفد تلفزيون سلطنة عمان الزميل يعقوب بن سليمان المعمري. يعقوب، نتعرف من خلالك بداية على آخر الاستعدادات والأجندة المتوقعة، وما هي أيضا الاستراتيجية لمشاركة دول آسيا الوسطى في قمة تشاورية مع الدول الخليجية، خصوصا بعد سلسلة لقاءات جرت مع هذه الدول؟ نعم أحمد، حدثان مهمان هنا في جدة بالمملكة العربية السعودية، تشارك فيهما سلطنة عمان. اللقاء التشاوري 18 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأيضا القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. طبعا أحمد، اللقاء التشاوري 18 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي تعزيزا للإنجازات التي تحققت في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى أنه سوف يرسم الخارطة التنموية لمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، فإن هذه القمة تبحث بناء شراكات قوية مع دول آسيا الوسطى، وأيضا تعزيزا للنمو الاقتصادي، وأيضا بناء شراكات استثمارية في المنطقتين. للحديث أحمد حول هذا الموضوع ولمعلومات أيضا إضافية حول اللقاء التشاوري 18 والقمة الخليجية، يسرني هنا أن أستضيف الأستاذ علي القاسم، الكاتب والمحلل السياسي من المملكة العربية السعودية. أستاذ علي، أهلا وسهلا بك بداية معنا، وأسألك عن أهمية اللقاء 18 لأصحاب الجلالة والسمو، وهو طبعا من ضمن اللقاءات المتواصلة لأصحاب الجلالة والسمو سمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أهمية هذا اللقاء في تعزيز مستقبل دول مجلس التعاون، تعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري لدول المجلس. أولا شيء سعيد أن أكون معكم في قناة عمان. طبعا هذه اللقاءات التشاورية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي هي تأتي في إطار العمل المؤسساتي الممنهج بين منظومة هذه الدول، وهذه الديمومة في هذه اللقاءات. نحن الآن في أقل من تحديدا في أقل من سنة نشهد نحن 6 لقاءات بين قادة دول مجلس التعاون. الحقيقة هذا يؤكد على أن دول مجلس التعاون كمنظومة هي دول موثوق بها على المستوى الدولي، ولهذا شهدنا هذا الجمع بين اللقاء التشاوري وبين القمة الخليجية مع قادة دول آسيا الوسطى، الذين ينظرون بكل احترام إلى المنظومة الخليجية على أنها لاعب فاعل على الساحة الدولية ومؤتمن حقيقي على الاقتصاد الدولي. كيف يمكن أن نقرأ نتائج القمة الخليجية مع دول آسيا وتأثيرها الإيجابي على مستقبل المنطقتان؟ لا شك بأن قمة جدة ستشهد إقرار خطة العمل المشترك الواقع بين الفترة الزمنية 2023-2027، والتي تركز على التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي وتدعيم جوانب العلاقات الثنائية بين دول المجلس وشعوب آسيا الوسطى الذين تربطنا بهم علاقات تاريخية كبيرة جدا بحكم البعد الديني كأغلبية مسلمة لشعوب هذه الدول. اللحظة الحقيقة الدولية أظهرت أهمية هذه الجغرافيا السياسية لدول آسيا الوسطى. لدى آسيا الوسطى ممكنات اقتصادية وثروات طبيعية، دول مجلس التعاون الخليجي لديها كذلك الرغبة لتدعيم الاستثمارات الداخلية والخارجية، ولذلك وجدت في منظومة آسيا الوسطى بيئة جيدة وجاذبة الحقيقة للاستثمارات الخليجية. دائما التعاون الإقليمي والتعاون الدولي أستاذ علي هو مفتاح النجاح في العلاقات الدبلوماسية ما بين الدول. كيف تعكس القمة الخليجية مع دول آسيا النجاح أو ما تسعى إليه الشعوب عامة في دول العالم من التعاون الإقليمي على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى هذه القمة؟
الأولى من نوعها بين منطقتين إقليميتين، القمة المنطقة الخليجية وكذلك منطقة آسيا الوسطى. الحقيقة لدى الطرفين ممكنات استثمارية عالية جدا، لديهم مقومات اقتصادية عالية، لدى الجانب الخليجي كما هو معروف ثقة على الساحة الدولية، الاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي، وكذلك لدى الطرفين خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصاد، سواء استجذاب أو جذب الاستثمارات لداخل دول مجلس التعاون، أو كذلك تهيئة الظروف للشركات الخليجية للاستثمار في الدول بقية دول العالم. ووجدنا أن تنوع السلة الاقتصادية أصبحت الآن عنوان المرحلة على الساحة الدولية. شكرا جزيلا أستاذ علي القاسم، المحلل والمحلل السياسي والكاتب بالمملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. إذن أحمد، ننتظر جميعا انعقاد اللقاء التشاوري 18 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأيضا القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، التي بكل تأكيد سوف تخرج بمجموعة من النتائج من شأنها أن توثق العلاقات الاقتصادية وأيضا الجوانب الاستثمارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك دول آسيا الوسطى. إليك أحمد. شكرا لك يعقوب، كنت معنا مباشرة من جدة لمتابعة وقائع اللقاء التشاوري الخليجي والقمة الخليجية الآسيوية.